السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. نتمنىكم على خير يا رب، ونتمنى الفيديو ديالي يلقاكم على خير دائما. بالنسبة للوصفة اليوم غادي نقترحها عليكم، الحيمات مشويين في الكوكوط مذاق الطنجية، كيجيو هائلين بزاف ولذات وسهلين التحضير، ما كياخدوش بزاف ديال الوقت، مرافقين بخضر اللي درتهم بطريقة جديدة، غادي تعجبكم بزاف وغادي تسهل عليكم. الى بغيتوا تعرفوا على الطريقه والمقادير تابعوا الفيديو للاخير. بسم الله، اول حاجه غادي نبداو بها الحيمات ديالنا يكونوا مصولين، وغادي نديروهم في كوكوت بهذا الشكل. هذا انا درت كيلو لارو ديال اللحم، غندير معاه ثلاثة ديال الفصوص ديال الثومه محكوكه بهذا الشكل هذا، ومن بعد غادي ناخذ واحد طريف ديال الحامض مصير، انا درت غير ربع. الا كيعجبكم مذاق الحموضه ديال الحامض مصير تقدروا ديروا تانص حامضه مصيره، انا كما قلت لكم درت غير ربع. غادي نستغلو كامل، يعني غادي نفرتت فيه هذاك اللب ديالو من بعد ما كنحيد ليه العظام بطبيعه الحال، وغادي نزيد حتى الجلوف ديال الحامض مصير كيعطيو مذاق لذيذ للحم. بالنسبه للعطريه عندي هنايا الملح حسب الذوق بطبيعه الحال، وهنا غادي نزيد واحد قريصه ديال الابزار لحسب الوليدات الصغار كيبغوش الحار، اللي كيبغي الحار يقدر يدير حتى نص معلقه صغيره عامره. بالنسبه لباقي المواد عندي هنايا معلقه صغيره عامره قزبر حبوب، معلقه صغيره عامره كمون، ممكن ديروا حبوب ممكن ديروه مطحون كما درت انا. هنا واحد راس المعلقه ديال السمن كتعطي مذاق لذيذ بزاف لهاد اللحم هذا، وربع كاس ديال زيت الزيتون. كنفضل زيت الزيتون في هذا الطبق لانه كيعطي مذاق زوين بزاف. هنا عندي زعفران شعره اللي ذوبته في نص كاس ديال الماء طايب، وصافي دابا غادي نخلط المواد مع بعضها. كما شفتوا معايا ما كاينش مقادير بزاف، والنتيجه غادي تبهركم ان شاء الله الا جربتوا هذه الوصفه. كونوا متاكدين بان الريحه غادي يشموها جيران الجيران ديالكم، وكل شيء غادي يسولكم على الطريقه والمقادير. صافي خلطنا الحيمات بهذا الشكل هذا، غادي نغطيو الكوكوت ديالنا. غادي نسد على الكوكوت ديالي وغادي نخليه على عافيه متوسطه حتى كنسمع حس ديال الصفاره، ومن بعد كنقص العافيه الأقل درجة ونخليها من نص ساعة حتى 40 دقيقة. هنا هي الصفارة ديالنا كتصفر، صافي دابا غادي نقص على البوطة الأقل درجة بهذا الشكل هذا، وغادي نخلي الكوكوت تكمل الطياب ديالها كما قلت لكم من نص ساعة حتى 40 دقيقة. ندوزو دابا باش نحطو الخضر ديالنا. بالنسبة للخضر عندي هنايا خيزو اللي نقيته وقطعته دوائر عفوا، غادي ندير معاه واحد معلقه كبيره ديال زيت الزيتون. بالنسبه للعطريه انا درت شويه ديال الكمون شويه ديال الابزار والملح، نتوما تقدروا ديروا العطريه اللي بغيتوا، ولكن انا كتعجبني هاد العطريه هادي في الخضر المبخره، فغادي نديرها مع الخضر اللي غادي نرافق بهم الحيمات ديالي. كنزيد هنا كاس ديال الماء، وغادي نشعل العافيه تكون متوسطه على خيزو، وغادي نخليه حتى يكمل واحد 10 دقائق. من بعد كنزيد عليه الخضر الاخرين. سمحوا لي هنايا كنت حسب لي كنصور ولكن تمسح لي الفيديو ما عرفش علاش، وفي نفس الوقت كنزيد على هذوك الخضر واحد كاس ديال الماء وشويه ديال الملح وشويه ديال الكمون، ونغطي عليهم واحد 10 دقائق. من بعد ما كتكمل 10 دقائق الخضر ديالي كتكون شربات الماء ديالها وطابت بهذا الشكل هذا دايبه كما كتشوفوا معايا. صافي كنطفي عليها وندوزو دابا لطبق التقديم من بعد ما كنكون طفيت حتى على اللحم. بالنسبه لطبق التقديم انا اختاريته يكون طويل بهذا الشكل هذا، فرشته بشويه ديال الخس، ومن بعد قطعت واحد شويه ديال المطيشه والخيار والبربا كما كيبان لكم، درت ليهم شويه ديال الملح شويه ديال الزيت شويه ديال الخل شويه ديال الابزار على حسب الذوق،
ودرتهم في الجنيبات بهذا الشكل هذا. ومن بعد كنبقى نزيد الخضر ديالي بحال هكا، كنراعي انني نخالف الالوان باش كيجي الطبق زوين في التقديم ديالو. كنستمر هكا حتى كنكمل الخضر اللي عندي كاملين، الحيمات كيكونوا وجدوا فتين كيدوبوا في الفم وكيكونوا شربوا لاصوص ديالهم بهذا الشكل هذا. كنزيدهم في وسط ديال الطبق، وهذا الطبق ديالنا تقريبا كمل. التقديم كيبقى على حسب الذوق ديال كل ربة بيت. انا كما كنقول لكم دائما في الوصفات ديالي كنعطيكم افكار، وبالنسبه للتقديم كيبقى على حسب الذوق ديالكم، تقدروا تبدعوا في الطبق ديال التقديم كما بغيتوا. ما كراش وكانت الميزه ديال التصاور ديال التطبيقات في التعليقات باش نشوف التطبيقات ديالكم في التعليقات، ولكن للاسف باقي يوتيوب ما دارهاش. نتمنى ان شاء الله من هنا القدام يكون هذا التطبيق هذا. بالنسبه ليا انا كملت التزيين بشويه ديال الزيتون هكا، واحد شويه ديال الكمون في الجنيبات، وهذا الطبق ديالنا وجد بالصحه والراحه. هكذا كنكونوا كملنا الوصفه ديالنا. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لي جيم باش تجوني دائما المزيد، وتصيفطوا الفيديو للعائله والاحباب باش كلشي يستافد. شكرا بزاف لكم الدعم ديالكم، والى اللقاء في وصفه قادمه بحول الله.